سلام الله عليكم متابعين المؤسسة اليمنية العربية الأولى والرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا مع ضيوفنا الجدد من أرض الجمهورية الإسلامية موريتانيا إلى أرض العم سام بلاد النقاشي هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. Yep, and let me get a wrap. What kind? Let me see. Yeah. تكلم وين هربت؟ تكلم تكلم انت على المباشر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ ايش تقول للجمهور موريتانيا؟ انا اشكر الجمهور الموريتاني واشكر الجمهور اليمني وكل سائر يعني الجاليات العربية الموجودة في بلاد العم سام. الحمد لله، واتمنى من ان شاء الله جل جلاله ان تزداد الجالية العربية ان شاء الله، كي تكون هنا قوه يعني باسم العرب ان شاء الله، يعني من اي جاليه سواء من اليمن او من موريتانيا يعني او من أي. يعني سواء كم سال لكم هنا الموجودين؟ والله احنا تقريبا تقدر تقول من شهر. من شهر ما شاء الله. كيف وجدتم امريكا يعني وحلاوتها وطيبها وارضها؟ والله لقينا جل ما لقينا هنا من العرب طيبين، يعني جزاهم الله خير، ونشكر يعني جل من ساعدنا يعني يعني بحثنا يعني ايوه على عمل عن عمل يعني بتشتغلوا الحمد لله حاليا لا ما لا يعني ما اشتغلنا لكن نبحث ما زلنا نبحث ان شاء الله بتحصلوا ان شاء الله بنحصل ان شاء الله. انتم شباب وامريكيه تحب الشباب كذا طبعا طبعا وان شاء الله بتكون لكم حياه افضل ومستقبل افضل هنا في بلاد العم سام بلاد النقاشي بلاد المساواة والعدالة. طبعاً. شوف كيف بنضحك قبل مع الزباين طبعاً. وكأنك تعيش في موريتانيا طبعاً. صح ولا لا؟ هل توجد عنصرية هنا ولا لا حضايا لا لا لا, 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 لا ما لقينا عنصرية ما حضايكم بالعكس سبحان الله لقينا كرم كثير من جميع جالية العربية الموجودة هنا. ومن الأمريكيين كيف وجدتم؟ هل وجدتم من الأمريكيين مضايقة ولا ينظروا إليكم بعنصرية ولا؟ نهائي ما لقينا عنصرية نهائي. هل تحس أنك تعيش في أمريكا ولا تعيش في بلدك؟ كأني أعيش في بلدي. الله يقول لكم كأنه يعيش في بلدي. شفتم هذا بلاد النقاشي بلاد العم سام تصدقوا ولا يذم القدد أنا ما أقل من عندي. أيوة كيف أيش تقول للشباب المهاجر إذا استطاع يهاجر ولا يجلس ولا يغير حياته؟ كل من استطاع أن يهاجر يهاجر، ولكن أنصح أن لا يقامر الكل بحياته، لأن النفس مسؤول عنها، الإنسان مسؤول عن نفسه. نعم نعم طبعا. لو لقيت فرصة حلال طريقه ادخل بها يعني صح أدخل. طريق لكن قانوني لكن قانوني صح طبعا قانوني أيوه. لكن ما مقامره بروح شخص لا ما انصح بها نهائيا. قال كيف تعيشون اذا لم يكن لكم عمل؟ في ناس يقفوا مع ناس هنا في واحد موريتاني عنده بيت بيستقبل كثير من الموريتانيين، والان ابشركم في معانا مسجد ام سي سي الان فتحوا مركز كبير جدا لاستقبال اي واحد يوصل ما في عنده حد. أقول لكم أبو أحمد شغال والحمد لله الآن الناس بتفتح، وأنا دائما لما أناشد وأدعي الناس ليس أنا الذي أستطيع أستقبل، الآن في ناس كثير يستقبلوا حتى مسجد وجامع ام سي سي محمد بهادير الآن فتحوا مركز كبير لاستقبال الوافدين. الحمد لله الحمد لله جزاهم الله خيرا جزاك الله خيرا. لما قد زعل زمرة ها تكلم معهم لما قد زعل زمرة تفضل يا حبيبي السلام عليكم ورحمة الله. جزا الله خيرا الجالية اليمنية. أشكر جميع الجالية اليمنية وجل يعني الجاليات العربية الموجودة هنا في بلاد العم سام. نحن ما زلنا نبحث عن عمل الحمد لله. أمور بخير الحمد لله. ما بقينا إلا خير من الجاليات كاملين. جل الجاليات العربية سبحان الله استضافتنا، كل ما يعني رحنا لشخص نبحث عن عمل. أبو أحمد هو طيب، أطيب إنسان على وجهه. أبو أحمد رجل طيب، رجل خلوق. بما في كلمة المعنى. إنسان يجزاه الله خير يساعد الكل. وهذا يحيى هو أيضا يبحث عن عمل. امين ان شاء الله، الله يرزقنا حلال ان شاء الله. شكرا. اقرا التعليق وانت تمشي. الحلال هنا كله مع الماء
احنا ما زلنا نبحث عن عمل حلال، موجود كثير من الاعمال لكن ليست حلال، ولا انصح جل المسلمين بالعمل فيها لانها حرام. وجدنا كثير من الاعمال لكن مخالفه لشرع الله، وشيء مخالف لشرع الله نحن لا نستطيع ان نفعله، مثل يعني بيع الخمور العياذ بالله، وبيع الحشيش، وبيع كثير من الامور. نعم لقينا محلات تبيع حشيش كثيرة ومحلات تبيع خمور، لكن أنا أنصح جميع الوافدين الجدد بأن يعني بأن يعملوا في عمل حلال، لأن الحلال زاكي أحسن من الحرام. الحرام يذهب مع أهله طبعا، خلص معهم يدوم معك، كلم رد على سألتهم، رد على اليوم، رد عليهم. أمين إن شاء الله يسر أمورنا وأموركم. كيف؟ سؤال، لماذا أبو أحمد لا يشتغل معه أحد وهو لا؟ أبو أحمد معه كثير الحمد لله، معه إخوة يعملون معه، لذلك ابو احمد ما شاء الله مكتفي يعني من مجيد العمل. هذا ابو الموريتانيين، ابو احمد ابو الموريتانيين، جزاه الله خير، ابو جل الجاليات العربيه الموجوده هنا. خبر جيد، قلت لنا قبلت المسجد خبر جيد المندي. يا المسجد الان بيستقبل ناس كثير، في موريتانيا مليان هناك. انا 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 شفت المسجد، اشتريته بمليون و600. لا خلي المسجد هذا، هذا مسجد قبل ام سي سي مفتوح. ام سي سي اشكر الجاليه القائمه على المسجد، اذكر جل الجاليات الاسلاميه الموجوده هنا في نيويورك وفي امريكا على تسهيل كثير من الامور للوافدين. ولكن كل ما أنصح به الوافدين هو العمل بحلال. الله إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم العمل الحلال إن شاء الله. بارك الله في الجالية العربية الأمريكية اليمنية وكل العرب. بارك الله في الجالية العربية اليمنية. والله أنا ما زلت أدور على عمل، لم أجد عمل بعد، لكن إن شاء الله الله يوفق ان شاء الله لمن يحب ويرضى. هذا او تتكلم عن اتصل يا اخو يتكلم، اتصل يا اخو هذيك، ها اتصل يا اخو ماله انت اللي صحفي تكلم تعال العربيه ان شاء الله دكتور تكلم. شوف ابو احمد دكتور بطريقه قانونيه بس. شوف الدكتور ان شاء الله بالعربيه ما بيتكلم بالعربيه، دكتور معنا هون ان شاء الله. دكتور دكتور اليوم البنت اختارت الدكتور، ها اليوم البنت الامريكيه قال عايزه الدكتور. الله يا دكتور انا مش راح اللي يعرف العربيه ما يتكلم بها مشكله. قول عنك الدور، الناس كامله تشارك فيديو اياك. قول انا الناس تصور على الطريق جايه في الطريق، نحن لحد خليلان ما تلاقي حد يتكلم. قول والله اسمحوا لي على التعليقات، بعض التعليقات لا استطيع الرد عليها لان الرد عليها ممكن ان يكون ليس مسموح به هنا، يعني الأرض طريق ليس مسموح بها، لذلك اعتذر عنكم، اعتذر عن بعض الاسئله لا استطيع الاجوبه عليها. لا تكلموش في اي طريق. نعم ليس لذلك اسئله خارج عن موضوع الطريق استطيع ان اجاوبكم عليها، لكن اسئله الطريق لا استطيع. الله ان شاء الله يسر يعني اعمال حلال للجميع، جميع المسلمين ان شاء الله. واشكر يعني جل الجالية اليمنية هنا ما شاء الله يشتغل معها كثير من الشباب الموريتاني، وأنصح جميع الجاليات العربية المسلمة أن تعمل عملا حلال، أنصحهم بالعمل الحلال. أمين إن شاء الله أمين. لماذا لا ترد على بعض التعليقات؟ لأن لا أستطيع الرد عليها. بخير ما شاء الله بلاد العم سام.
مالك يا صاح؟ والله في مجال التليفونات انا لا اعرف، لكن لكم تعريف اخذت معك. انا مبتدئ، راح احط رقمي على الصفحه. انا مبتدئ، لا اتقن اللغه جيدا، ولا اعرف ايضا. مبتدئ يعني في العمل، تقدر تقول مبتدئ في العمل. لو يعني حط لكم رقمي اعرفوا باني مبتدئ. لو حدا يدور يعني حدا عنده خبرة ولا هذا، يعني أنا ليس عندي خبرة. طبعا أقول له هذا بس شعل تشاق وخلاني لا راح عليك. إن شاء الله عبد دور، إن شاء الله يشتر رقم إن شاء الله. أرجو الله أن يوفقني ويوفق. مشكور أيضا الجالية المصرية الموجودة هنا، جزاهم الله خير، خاصة أحمد بركات، شخص اسمه أحمد بركات، رجل طيب خلوق ديني، وجميع الجالية يعني. جزاك الله خير، انت ذاك اللي قلت لك الكلام دي ما قد سواش. انا جاوب قول ما مسموح بها في القوانين الامريكيه هون الهجره، ما مسموح بهم. قول لهم احنا في قانون دوله القانون، نقول لهم نحن في دوله القانون. انت ايش شوي قاعد تخلي ما تقبل الصوره، لا تقبل. نحن في دوله القانون ما مسموح لنا بنجاوبوا عن اسئله حول الهجره. الاخوه موجودين في السعوديه اليمنيين كثير، اتصلوا موريتانيين و جميع الجزائريين الأخوة. نحن عندما دخل حد في أمريكا ما مسموح له يتكلم عن قضية الهجرة نهائيا. عندنا 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 رقابة وراغبين، يعني ما نقدوا شباب والله نختاروا اسمحونا على نختار ونقول لكم قليل ونختاروا كامل غير والله لما نقدوا للأسف. اسمحونا الأخوة اعتذرين منكم، اسمحونا عند حد من يتكلم قضية الهجرة تبلوك تلفونه ويندار عليه غرامه ويقدر يحبس. السلام عليكم ورحمة الله. سمحونا جزاكم الله خير والله. اسمي حسين العبد الله. اوكي ثانك يو. أردوا على بعض الأسئلة. الحمد لله على السلامة، الله يسر أموركم. شكرا. كل جزاك الله خير يا أبو أحمد. السلام عليكم ورحمة الله يا أخي العزيز. وعليكم السلام يا سيم. هذا قاعد تشتغل فيه يواجه، هذا فيه عمال ما في، كانت في بلاصة يشتغلوا فيه غير ما في بلاصة. كافي القائم به جزاه الله خير أبو أحمد، كافي الدور القائم به مستقبل الناس كاملين، لا شيء مستقبل الناس كاملة جزاه الله خير. العرب كامل يستقبلهم، لا ابو احمد جزاه الله خيرا. يسال عن اعمالهم، يسال عن اعمالهم. لازم نرد على عندي عبد الغاس الشيخ صالح جزاه الله خيرا. تفضل لو بدك تتكلم. انا تكلمت سبو سمس. رد على التعليقات، ما زلت ارد على التعليقات. هاي بيبي الله على السلامة يا اخي. تبدي افتتح أموركم إن شاء الله. من اللي ما أجبر شخص هو قرف بيه دامر تاني واحد هون يعرفك والله. واحد هون يعرف هو كلامه، هو قاعد تكلم رد علي قال هي اللي محمد اللي ما أجبر شغل. دور أجبرها إن شاء الله، دور تجبرها الشباب كامل اللي دخلت. الله يسر إن شاء الله أمورنا أمور جميع. إيه ولادنا ما قد أهلاً أستاذ. دائما يقول إن شاء الله راح يطرح رقمي على الصفحة، لكن ما عليه واتساب يعني رقم داخلي. لا على السلامة يا أخواتكم كم تقدير. ان شاء الله راح احط رقمنا ان شاء الله على الصفحه. نزلنا ندور ان شاء الله على عمل حلال ان شاء الله. الله لا يدعو اجر من احسن ان شاء الله. نلقى ان شاء الله بالتوفيق من الله جل جلاله. الله الشباب اللي نختاروا ردوا على سيلتكم غير ما نقدر.
صاحب تليفون راسه وقال انه ما ردوا على السلام. مخالف القانون هون ما رد حد عليك. هون دولة القانون. الله لا انتم انتم اللي شادين الاخبار بالطريق. هذا من محمد. انا عندي الاجرام تدري واحد راهو. اخيرة محمد داهي. بالضبط قلت له. صاري هيك. اخيرة والله. انا علمت الشباب كاملين انت رغم كل شيء غيرته ما. قال لك واحد من الشباب انك ترد علي بالخاص. مين؟ هاك سعودي دار الاخبار؟ دار الاخبار حد دار الاخبار خلي عمل جميع الاخبار الله يعطيها له انت بالخاص. وين ما قلت نعطيه بلايف. يعطيها له بالخاص. نقطع له بيته ماشي قاعد يمكن يسمك على الوايد. والله إلا هون ياسر والشباب ما يفتطق حاليا الشغلة فيه ما ياسر والله يا محمد يا حلب بار الشغلة ما ياسر حتى لكن إن شاء الله يوفق الشباب في الدخلت كامل إن شاء الله وإن شاء الله لعله وعسى تصبرتو تحتاج الصبر رغد صعيبة شوي تحتاج الصبرتو وإن شاء الله توفيق من الله جل جلاله يوفق إن شاء الله الجميع دور يخلق الخير إن شاء الله أرك شغلة ما هي أسرع حتى عمل عادي حتى والله جل الشاليات بعد الموجودة هو في نيويورك اللي مزال تدور على عمل يعني عمل عادي نعرف عدة يعني ما شاء الله كمية من الشباب ما اشتغلت كاملة الله يسر ان شاء الله الامور حد كامل ملي جاي وطابق معك بس ما سيعرف انه هو متينه شوي ملي بينما ان شاء الله يجبر شيء يوفق ملي انا ان شاء الله يوفق الله الجميع واسمحوا لي شباب والله اللي زين عندي رد الاخبار غير ما نقدر اسئله ما نقدر ارد عليها ايش قالوا لك؟ جزاهم الله خير جماهير طيبه يقول لك مصطفى البخيتي يحكم من القاهره ها يحييكم من القاهره شكرا على التحيه مندري كان فهم كثير من الشباب ما فات اشتغل ما تشتغل يعني مول ثاني يعني كيف ما فات اشتغل يعني لحد الساعة ما اشتغلوا يعني ما زالوا يدوروا على عمل طبعا ما زال في كثير من الشباب الحمد لله يعني لكن ان شاء الله يوفقهم الله جل جلاله للعمل ان شاء الله كلهم يصبروا الصبر 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 يحتاج الصبر ارض صعيبة كلهم الشغل الحرام موجود كثير صح؟ والله الحرام موجود لقينا كثير يعني من محلات الحرام لكن ايش يبيعوا؟ يبيعوا حشيش يبيعوا خمور يبيعوا يعني والله انا تكلمت مع شخص وجيته اساسا جيت اني راح اشتغل معه موفر لي سكن لما جيت دخلت المحل قال لي انت عليك تعبئه بس لما رحت المحل يعني جيت مكان تعبئه لقيت فيه بيره خمور قلت له انا دين يعني ما يسمح لي لو يعني عايز تعبي الاشياء الاخرى مخلي خمر ما في مشكله قال لي لا هو التعبئه كله قلت له خلاص وقال لازم تعبي الكل قال لي لازم التعبئه قال لي الكل قلت له انا ما انت لو قلت له خلاص عب الخمر وانا عبي الحاجات الثانيه قلت له خلاص قلت له انا الخمر ما قدرتش يعني ديني ما يسمح لي بي. زي مره اشتغلته عند واحد في عام 99 وبعدين هو يقول لي اجي اشتغل دلي قلت له معك خنزير قال ايوه قال خلاص انت ما تبيعش الخنزير اذا بزمون يشتري خنزير انا اجي ابيع له يس هني تركي يا هني تركي يس ها من يو وات يو لايك ان رو اوكي شك نايس الحمد لله رب العالمين رب العالمين يا ابو احمد يرد على الخاص واتساب فارح الشهري ان شاء الله يسر الامور يعني لكل من يريد ان شاء الله دخول البلاد العم سام الله يسر الامور ان شاء الله سياني وموريتان او من جميع الجاليات العربية الاخرى الله يسر اموره ان شاء الله يحقق المراد ان شاء الله
محمد الأمين قلت له يرد على الواتساب، قلت له يرد على الواتساب، راح يرد إن شاء الله على الواتساب. والله صح صح صح، الشغل حلال، يستغلوك في الراتب، يستغلوك طبعا في الراتب، والله والله يستغلوك في الراتب كثير، لكن حلال طيب مشكلة، ما تقدر تشتغل بالحرام. والله الراتب الشهري يسلم الشيخ، ما فتنا عرفنا، ما فتنا اشتغلنا واحدين كله يقول لك شيء. الرقم ما عندنا واتساب للأسف الشديد. ثلاثة أربعة. لا حين يقول أطرح لك وين الصفحة؟ أنا طبيعي أقول جود وأصير مجد كل وين اسمها. والله الشباب كثرية أجوبتها ما نقدر نرد عليها، إنها تخص والله عبد المالك الزهري اليافعي، والله قلنا لمحمد لمين يرد. يا هلا بيك، السلام عليك، في هي عندكم في طبعا في موجود أردنيين فلسطينيين كل الجاليات موجودة. جرب الزراعة والتنمية إسماعيل عبد الفتاح طبعا. تروح بين كم وكم كل يعني حسب، والله في واحدين يشتغلوا ب 500 400 واحدين 1000 واحد، يعني ما نقدر نقول لك يعني كم. اصحاب الحلال ديما يستغلون الاعمال لمن تريد. صح خلينا نقلزهم خلاص بزي التليفون. نو بير نو نو ام جود توداي اوكي قرب تحية خاصة من قليمين باب الصحراء المغربية يا أخينا أبو أحمد، تحية لأخو الموريتانيين، الله له خير طال مدانا، الله له خير تبيك أنت محمد. خرج ياسم دعمال ما فتنا عدنا قد نشتغلوه به، أبدا تيسرنا أموره، تيسرنا أموره إن شاء الله، دون استغناء وقع عند كل إن شاء الله. ما فتنا يعني قد إحنا موجودين في نيويورك. أمين إن شاء الله يسر من أموره. على النور لا لا، الحرام بين والحلال بين وبينهما أمور مختلفة. ما تقدر تشتغل بالحرام يا أخي، حتى لو اشتغل قلبك ما يكون مطمئن، في أي وقت تلقى الله جل جلاله ما تكون حجتك يعني. جزاك الله خير. شباب الله لا يسلم بسئلهم ان شاء الله، ما نقدر نردوا عليها، مو سلبات. حد جاب الخاص ندوروا اي امور ما ترتد باللايف، ترتد الا في الخاص. جزاك الله خير، مهم لا كسب حلال كما قلت مختار، الله يجازيك على ذيك. كيفك يا جماعة إن شاء الله؟ كلمونا عن طريق ما نقدم موسى لبات، لكن نقدم نتكلم غير ما نقدم. إن شاء الله إن شاء الله يسلم. أنصح لا حد يمشي إلا برواية واد حالته. ما واضح للرجاج ما يمشي فيه، سوي العنوم ودي سابق يمشي فيه ذاك وصل. احرص على الحلال محمد الامين، ان شاء الله ان شاء الله ابشر. ما ان شاء الله ولينا نحب ما وش حلال اللي رايدهم ولينا ان شاء الله. ان شاء الله من نهاية المطاف نعطيكم ان شاء الله. Okay.
إنجليزية عادية والله للأسف الشديد محمد مصطفى. شباب الخاص دوري نعطيكم إن شاء الله لا صبروا. طبعا إن شاء الله موسى بشر. راح نترك الجنان والله. أصارها ورجوع الجمهور. أتفضل. مكانهم ايش بيسالوك؟ سلمونا على ذاك الرجل اليمني الكريم ابو احمد. الله يسلمك الله يسلمك يا داوود. اسمه داوودا 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 داوودا. امريكا شماسي اجواءها شماسي يعني اجواءها. يا نعم نعم كل هذا الايام الجو حلو جدا صح؟ طبعا. اوكي اعطونا رقم الخاص تعطونا اخبار طريق ولا اي طريق؟ احنا ما نعرف الا طريق المطار كله. احنا ما نعرف الا طريق جي اف كي. مطار جوف كندي. جوف كندي. ايوه بوابة امريكا الوحيدة اللي نعرفها في هذا الصفحة وفي هذا المؤسسة هو مطار جي اف كي. طريق غير ما نعرفه. لا عندنا اخبار عليه ولا نعرفه ولا جازفنا فيه ولا نشجع عليه. طبعا. احنا نشجع على طريق جي اف كي. ما تستطيع الوصول وتدخل امريكا من جي اف كي لا تسالنا ولا تخبرنا. نحن صم عمي بكم لا نفقه ما تقوله. ايوه سائل تشتي طريق جي اف كي نرد عليه. خلاص غير 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 مطار جي اف كي لا نعرف ولا ندري. نحن صم بكم عمي. انصحكم في اكل العدس مفيد للصحه. احنا لا ناكل عدس من يوم خلقنا. عارف هل جيت انصحنا؟ الله يحفظك. من يوم خلقنا ما عندنا الا عدس او لقيت كانوا يذبحونا لحوم. هذا ما معنا الا الفاصولي والعدس وال طبعا هذا اكل الطيبين الناس المتواضعين. اوكي قال لك تحية خاصة من كليم من باب الصحراء. الصحراء الغربية. باب الصحراء الغربية. الصحراء الغربية طبعا الصحراء الغربية. أخي أخي ليش أنتم طيبين يعني؟ الموريتانية ليش طيبين؟ نحن طيبين ككل سائر جميع الجاليات العربية طيبة ما شاء الله. بس أنتم زيادة زيادة. طبعا كل لا نحن ما رحنا لبلد إلا لقينا شعب طيب ما شاء الله. نحن ثقافتنا بدو. نحن أساسا جزء القبائل العربية الموجودة جزء القبائل الموريتانية ما شاء الله. والله أنا انخرط مع كثير من إخواننا في كل مكان بس أنتم زيادة طيبين ما شاء الله. أسأل الله أن يعطيكم على 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 طيبكم وعلى نياتكم. الله يجازيك يعني أنت ما شاء الله. بلاد سام صنعاء وليست أمريكا. هذا بلاد العم سام وأنت بلاد سام صرعة. قلنا لك هذا العم سام الذي انقذ الجيش الامريكي يوم الحرب مع بريطانيا. شكرا لك يا ابو احمد على جهودك وتعاطيك للموريتانيين وكل العرب. تسلموا جميع العرب فوق روسنا صح. كلنا اخوان كلنا اخوان طبعا. الغير قانوني الصفحة غير مسؤولة عنهم. نعم نعم تسلم يا محمد حزام شرهان. الغير قانونيين الصفحة غير مسؤولية عنهم. تسلم افدي قلبك. نحن في هذا الصفحة يا اخي محمد لا ندعي الى طرق اخرى غير شرعيه وضد بلدنا امريكا بلد العم سام. اي طريقه غير الجي اف كي مطار مطارات امريكا فاحنا لا نؤيدها وهي طريقه غلط وقد ياخذ صاحبها السجن الى ويلاقي مشاكل لا يحمد عقباها. قد يودي بحياته او قد يودي في حياته. فاحنا لا نؤيد. او يو ونا بي مي ذا واز كود. Thank you. مساك الله ما قد زعل الزمن. الموضوع هو touch screen. New technology. Oh, decline. Decline. How much you got in there? You can't check? No. Oh, man. So you want to try one? Let's try two, man. Yeah. 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 Decline. Hello? قال لك كل الموريتانيين تدعي لك بالخير يا ابو احمد. واحد الله يحييكم ايها الموريتانيين والله نحبكم
نحبكم بزاف بزاف زي ما يقولوا جيرانكم اخوتنا المغارب والجزائريين بزاف ايضا. نحبكم بزاف ايها الجزائريين الموريتانيين الليبيين كل المغرب العربي تاج على رؤوسنا طبعا. نحن امه واحده، نحن عرب اخوه، ليس بيننا وبينكم اي حدود، ليس بين الموريتاني والجزائري والمغربي والليبي اي حدود. الحدود هذا الموضوع هو وضعها عدوكم، وضعها عدوكم لعلكم ترجدون. هذا أجدادكم والله لو يعلموا بهذا الحدود لقاموا من قبورهم ليزيحوها، ولقاتلوهم في أسنانهم وليس في سيوفهم حتى يزيحوا هذا الحدود الذي عملها عدوكم فيما بينكم. فهذا الحدود عملها عدوكم ليخذلكم، لتظلوا يعني مستعمرين، مستعمرين لهذا العدو اللدود. فليس بينكم أي حدود أيها المغرب العربي، رجال المغرب العربي، أمتنا في الشرق والغرب والمغرب العربي بالذات، أنتم أمة واحدة. إياكم أن تصدقوا في حاجز بين موريتانيا والجزائر، أو في حاجز بين الجزائر والمغرب، أو بين المغرب وليبيا. انتبهوا، يضحك عليكم العدو، يضحك عليكم من وراكم. أيوة والله لو علموا الأجداد لقاموا من قبورهم ليبعدوا هذا الحواجز الذي وضعها عدو اللدود. رحبوا فيهم كم طريقة؟ شك شك لما جزع الجميع هذا خالق لا أبرو ما انت دورت لايف لا تخلوا نمشي. ألو نور أخي لا ترقم تخيلوا يستعني هيك يأكل عدس على النور لكم تفاصيل عن طريق ابتسامة لك جميل عاد مردين عليك مكتبته وويف أصر أمورهم إن شاء الله أمين إن شاء الله داون؟ ايه وهي لا السبب لأنها السبب كامل مسيكين كل يسبب داون شو حال هي؟ توديز؟ كلام جميل مقترب ليس عربي بارك الله فيك أبو أحمد لو سمحت بكم مقرب أمازيغ ليس عرب الله بحق الله اللي فتحت فيسك الله يرحمك ويرعاك الحمد لله تظهرت خلاص اتعبوك تخيل انا بنزل كل يوم الله انت تعبت على بث واحد صح تعبت الله استسلمت استسلمت طبعا اوكي تخيل ابو احمد بينزل كل يوم معاكم وساعات two gums You have the blue lip thingy? Huh? The lip. Yeah. Thank you. And Benadryl. And Benadryl. And Benadryl for my baby. Three Benadryl. Thank you. That's it? Yeah. Yalla, bismillah ar-Rahman ar-Rahim. واحد اثنين ثلاثة. Did you guess? You see that? Yes. Can't do it twice. It was early. What do you spend like? Not that much earlier. Yeah. Let's do one. Banana. 15 2 3 49 This is good right here. Wait, I can get two more now? Yeah, two, one. Oh, I can only do one? Yeah, that's it. Alright, I'll probably get it from another store. Yeah. Alright. Go ahead. Alright, thank you. Thank you. Alright, thank you. Bye-bye. Hasta la vista. Hasta la vista. إذن أخونا من موريتانيا تعب معاكم وإن شاء الله أنكم فهمتهم أشياء. قول لهم أساسا نبحث ندور مثلا على عمل.
يعني لو في اي شخص يعني داير عن عمل يعني بنزل لكم منشور بعد هذا البث، انزل لكم منشور وان شاء الله ان شاء الله انتم اذا تركتم العمل الحرام من اجل الله يحولكم عمل حلال. والله ما ايوه من خير من ايوه نعم والله خير من ان شاء الله. انت لا تشوف هنا انا ببيع بيره ما في بيره ما في خنزير. اوكي بس اقول لك والله اننا بشتغل حلاوه الحمد لله، ولو تشوف الراحه النفسيه الذي معي تنام مرتاح والبساطه وراحه النفس وراحتي مع اهلي قسما بالله وكاننا عايش بالجنه. ليش؟ لانه الحرام هذا يدي لك الضيق قلبك، يحرق قلبك، يحرقك بحياتك حتى وحتى لو لبست بالمظهر لكن داخلك بيحرق. انت اساسا تعلم باللي هو حرام داخلك لانك مسلم. احنا مالنا ومال الغير طبعا، احنا في امريكا صح طبعا، لكن انت كمسلم احترم دينك واحترم ما امرك الله حتى لو كنت بما كنت. الارض هي ارض الله عز وجل طبعا. فهانا في هذا البلاد لما زدت تشوف الناس كيف كيفهم وانت اختارك الله وجعلك مسلم حاول انك تحمد. هذا اكثر البلاء للمسلم. هذا البلاد هي امتحان، هي امتحان طبعا. توريك هل انت مؤمن صادق ام كاذب، صح. هل انت مسلم بالبطاقه ام بالقلب. الله. هذا تمحيص فضعاف النفوس بيستسلموا للشيطان بكل طبعا. سهوله. الرجال قتل ابوه، هذا نسيت انزل فيديو، قتل ابوه. تخيل انه خلى الدكان مفتوح من اجل يجي اليوم الثاني ابوه عندما هذا هو يجي يدخل على طول ويقتله. عمل له 50 40 طعنه يا رجال والله مطعم بسه بسر. قتل ابوه طعنه 40 طعنه الله، حتى ارداه قتيل. تخيل تخيل الموقف يوم ابوه يستغيث يا ولدي ايش انتم انتم ايش فيكم انتم بالله عليك اقسموا بالله كارثه. حتى وصلوا ابنائنا ليش؟ لعل لا يتعاطي في شيء، لا يتعاطي. مستحيل انه عاقل، مستحيل انه ربي تربيه صح ويقتله ويقتل ابوه. مستحيل ان كان عنده ذره من الايمان في قلبه يا رجال. مستحيل ان واحد يقول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده شيء من الايمان يقتل ابوه يا رجال. والله ما اقتل بسه، هذا نفس. وهذا يعمل لابوه 40 طعنه. الله اكبر. فاي واحد بوادي الحرام ينتظر اشياء ما كان يتصورها في حياته. أساساً ينتظر اشياء في المستقبل ما كان حتى تخطر على باله. مستحيل تعمل عمل حرام. كل واحد ينتبه على نفسه. مستحيل تعمل عمل حرام يعني مثل بيع خمر الا وشربت خمر. نعم نعم. مستحيل يعني تعمل بيع الحشيش الا وكميه الحشيش. نعم. يعني نحن ننصح يعني اخوتنا المسلمين يعني بالتزام الدين. ان شاء الله ربنا يسهل لكم. الله ييسر امورنا وامور المسلمين عامه. يقول القرهومي ابو رياح ربي يسعدك ويحفظك منور واشكرك على مواضيعك التي تعلم الناس كيف الانسان يتسلم. تسلم يا الجوهمي تسلم حبيبي حبيب الجو. هذا عبد الله، هذا عبد الله ايوه ابوه واسره مسلمين عبد الله، لكن هو زيد عليه الشيطان. الله اكبر. الله ننصح يعني نشكر يعني جل الجاليات العربيه هنا، جزاهم الله خير، ساعدوا كثير من الموريتانيين. الحمد لله والله يعني الشباب الموريتانيين ما تعمل مع اليمين. الله يجزاهم ان شاء الله احنا اخوه والله، احنا نشكرهم جزيل الشكر. احنا اخوه ايش خلنا عمل ايش يقول اصحابك محسن قاسم المجدلي بارك الله فيك ابو احمد، لو ساعات صدرك وطيبه او لسعد صدرك وطيبه قلبك اشكرك حبيبي اشكرك جزاك الله خير. اوكي راتب مع اليمنيين كم؟ الراتب يتراوح بالجديد ربما 400 بالاسبوع، 500 بالاسبوع، 600 بالاسبوع، 700 بالاسبوع، لكن لو رحت تشتغل بحرام ربما يغروك بالالف فوق صح؟ الف فوق. الف كم كانوا يجيبوا لك؟ يجيبوا 1500 1200 بالاسبوع. بالاسبوع اذا شوف وترك هذا كله لله. والله انك يا اخي اسمع امانه عليك، كم عرضوا عليك؟ والله عرضوا علي غرفه، يا شخص اتصل علي رقمه ما زال موجود عندي، اعطاني غرفه خاصه جزاه الله خير مفرشه، لكن ما قدرت اشتغل معاه، اداني 1500 الاسبوع. 1500 لكن التعبئه. انا جيت لقيت فيه بيره قلت له استسمح معك، انا قلت له دينيا لا يسمح لي. قال لي انا مسلم. قلت له انت مسلم وتعمل، قال لي هذا بلاد لو يعني ما بعت خمور ما لقى زبناء. قلت له انا اساسا قلت له مستحيل حامله، قلت له مشكله حامله هنا هو. قلت له انا راح قلت له والخمسه عياذ بالله قلت له ما اقدرش يعني. يا اخي الله يثبتكم ايها الموريتانيين ان شاء الله. الله واشكر وانصح جميع الجاليه الموريتانيه والشباب الموريتاني والشباب العربي المسلم بان يعمل حلال. جزاهم والله سيوفقهم ان شاء الله في العمل الحلال. الفقر ليس عيب، كلمه العمل ليس عيب. ما هي عيب، هو تجبر العمل، دور يوفر لك مدان العمل. لعل الله يبتليك. نعم.
امتحان، هذا امتحان اساسا. نحن الحمد لله حاليا مستاجرين والله فوق طاقتنا ونعمل يعني، لكن هذا امتحان لنا. نعم امتحان صح. لماذا نوقع في الحرام؟ انا اذكرك، شوف هذا الفيديو بيني وبينك، ساذكرك ان الاحوال بتنقلب وانك بتحصل عمل حلال وبتشتغل وبتصبح تاجر ان شاء الله، وبتصبح ان شاء الله افضل التجار في طبعا. لكن انصح بالعمل الحلال، العمل الحلال يا اخوه، العمل الحلال ان شاء الله. انت تفكي يعني لما تنام مع حالك نفسيا تعرف باللي هذا العمل حرام، تاكل مال حرام. انت داري في ناس قد ماتت قلوبهم اصلا ما يحس بهذا الحس الذي يحس به. طبعا تعرف ان القلوب لما تموت يكلك الله نفسك، خلاص تعمل الاشياء وما تحس فيها، ما تحس يعني ما تعمل، لانه قلبك مات المشكله. اللي انبي ضميره اللي عاد في شعاع ايمان، اما اللي قد غفل ما عاي بالي خلاص قد ياكل ويشرب ويزني ويعمل كل الموبقات، وكأنه هذا الحياة مرتاح، كأنه يعني ما يستدرقها الشيطان وينسيه المشكلة. الشيطان ينسيه أنه بيعمل عمل غير أخلاقي، فعندما ينسي نسوا أنفسهم فنساهم الله، نسوا أنفسهم فنساهم الله، ومروا في الحياة وكأنه ما حد معاتب لهم، فعندما يجي دخل قبره يعني تخيل كل شخص يلقى الله وحده. يعني لازم لو حالت في هذا تكون عندك حجة، حجة يعني باينة، لماذا أنت تبيع الحرام؟ نعم ما هي حجتك وأنت تبيع الخمور؟ والله يا شباب أنا أخي اسمك؟ اسمي محمد، أو حامدينو كما يعرفون الموريتانيين. حامدينو والله حامدينو أفلك صدري بصراحة، قال لك ليش أحب الموريتاني؟ ترك معاش، اسمعني خليني أعلق على هذا، أعقب على هذا بس. ترك معاش ب 1500 ورفض يشتغل حرام، مع اننا نعرف ناس اقسم بالله لا يوصل يبيع بني ادم. والله اننا نعرف شباب جاي من السعوديه ومن مكه، ومن مكه هناك حيث الحرم ومن المدينه، ووصلوا يبيعوا كل شيء. والله العظيم اعرفهم، وصلوا يبيعوا كل موبق وكل حرام. هذا ابناء موريتانيا الحبايب، لهذا انا بحب الموريتاني لا زعل. اسال الله ان يثبتهم، في منهم سيء ولكن الأغلبية مؤمنين، نسأل الله أن يثبتهم على إيمانهم والله إن شاء الله. فأنا أوصيهم الآن، هم الآن يبحثوا على عمل حلال، سيفرجها الله علينا. أمين. صدقوني والله. أمين. اسألوا أخوكم هذا الذي قد قعدت الدنيا أنا، والله إنكم بتشتغلوا وبتحصلوا على عمل حلال إن شاء الله، وبيسر الله لكم. إحنا ثقتنا بالله كبيرة. أهلا عليكم السلام، وبترتاحوا إن شاء الله كثير جدا إن شاء الله. خلاص نحيي الشباب، نقول لهم باي باي. خلاص نشكر جميع الشباب اللي كان طالع معانا، موريتانيين وجميع يعني جميع الجاليات العربية، وخاصة نشكر جميع الجاليات اليمنية بالأخص والمصرية، ونشكر أبو أحمد خاصة على هذا اللايف، دائما يعمل مع الموريتانيين، أصبح يعني هنا أبو الموريتانيين، بدل ما تكون أبو اليمنيين أصبحت أبو الموريتانيين. كل من يبحث عن عمل يأتي لأبو أحمد ويدور على ابو احمد. وان شاء الله، وان شاء الله نكون لكم استقبلنا باذن الله الصدر ان شاء الله وبساطه. ونشكر، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وانت تقول لهم الا ترد هذا الله. انت يحيى الدكتور يحيى، استودعكم الله يلا والسلام. اوكي استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. نشكر الكل والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. إذا في الأخير صلوا وسلموا على الحبيب محمد صلى الله وسلم وبارك عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ربي ونتوب إليك. تحياتي لكم.